هذا وبدأت اليوم منافسات دورة الألعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 والتي تقام تحت رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. وتستمر منافسات هذه الدورة حتى 31 من أكتوبر الجاري بمشاركة تاريخية وصلت إلى أكثر من 5500 طالب وطالبة يمثلون 80 اتحادا مدرسيا من 71 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتشهد الدورة الدولية هذا العام توقعات بمنافسة قوية بين الطلاب، حيث تعد هذه البطولة واحدة من أهم الفعاليات الرياضية المدرسية على الساحة الدولية، وتشمل مجموعة واسعة من الألعاب التي تتطلب مهارات وتدريبا عاليين، وتشارك مملكة البحرين في 17 لعبة مختلفة.